بلا مرس بلا خارة، ده السيسي سكارة. طبعا السيسي سكارة، بلا مرس بلا خارة، ده السيسي سكارة، ده السيسي سكارة. ولما جه باسم يوسف يشتم في السيسي يغلط فيه، قلنا مش عايزين باسم يوسف، مش عايزين باسم يوسف، قلنا لا، السيسي عمهم وحبس دمهم. رايك في الكهرباء اللي بتقطع اليومين دول؟ اللي بتقطع دي من الاخوان، هم اللي بيقطعوها. تمام. اللي بيقطعوها الاخوان، كل اي حاجه تخرب هم اللي خاربينها الاخوان. ايوه الاخوان مالهمش امان. مالهمش امان، زي ما عبد الناصر قال. اقول لك ايه ثاني؟ يا بتعرب على العدويه خلاص ما بقاش شرعيه. فضحتونا في كل حته شحاته ورمي جد. ايوه واحنا رفضنا المعونه من اشتن المجنونه. رفضنا المعونه من اشتن المجنونه. اقول لك ايه تاني؟ اقول لك تاني كلام؟ اقول اتفضلي. ما جبتش حسبنا الله ونعم الوكيل. هخاف مش هاجي احسن من اللواءات اللي بيموت بيضربوا بالنار. والله مش هاجي احسن من اللواءات اللي بيموت. ايوه ولا الضباط كل يوم شهيد واثنين. ولو ولو لو متنا 1100 لا راجع لابن ثانيه. سمعت عن مشروع قناه السويس الجديده؟ طبعا النبي عليه. ربنا ابن ابني راح يشتغل فين بقى؟ راح يصيف في اسماعيليه بقى يجنوا لهم ميه يشربوا وينقوا لهم كل حاجه. والله العظيم ابني اشتغل فيها امبارح على طول جاي بعد المغرب فيه من طبعا. ربنا يحميهم وينجيهم وهيعمل مشاريع وهيعمل كل حاجه ويشغل الشباب كله. ربنا ينجيهم. طب انت عرفت ان مشروع قناه السويس ده هيبقى ليه شهادات استثمار؟ الناس ممكن تشتري الشهادات دي وتبقى مساهمه كده في المشروع. كلنا هنستاهم كلنا. انا العرب بيدفعوا في اللي اروح ادفع لاولادي ابني مش لاولادي بقاش عندي عيال. انا ادفع لاولادي ابني الصغير الاشبار الصغيره. والله العظيم اروح ادفع كل حاجه ادفع نور عيني البلد. نور عيني دي ادفعها البلد. وانا احب تسلم الايام اللي قبضت على العريان والبلتاج. على حلوين يا رجالتنا يا اللي رافعين رايتنا وتعيش شرطه بلادي اللي ضحت عشان راحتنا. بمسك البتنجان لما يكون واحد اخواني جاني بقول يا بتنجان يا بتنجان رجاله السيسي في كل مكان. حط مرسي في العدايه شوفوا تكر ولا انتاي. دي علامتنا ودي علامتنا ومرسي تحت جزمتنا. بيني وبينك كده ايه اكتر حاجه بتحبيها في السيسي؟ حبيب السيسي فهمه وجماله ومحدش شاف امثاله ولا جمال عبد الناصر. هو ده جمال عبد احلى من جمال عبد الناصر كمان. ابني وعلي وعلي كمان يا سيسي ابني وعلي وعلي كمان وهات لنا مرسي في الميدان نموته. ادام مش قادرين عليه نموته. الشعب يموته. الشعب ياخد حقه. ابو الشباب اهل الشباب اللي دول اللي راحوا دول والعساكر اللي راحوا ضحايا دول اللي راح يجيب شهاده المعافاه يجيب شهاده الوفاء يجيب شهاده الوفاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. حبيبته بيقول لي مش خايفه من اللي يموتوا. قلت انا احلى من اللواءات اللي راحت. احلى من اللواءات واحلى من نبيل فراج ولا احلى من مين ولا من مين ولا من اللي بتوع كرداسه مذبح الكرداسه. يرضوهم بنصيبه الخاينين اللي مالهمش امان. ربنا ينجيه ربنا يكفي شرهم ربنا يكفي شرهم يا رب ويروح ويرجع لنا بالسلامه يا رب.